تطبيق كلوب هاوس. ما هو تطبيق كلوب هاوس الذي يجتذب السعوديين مؤخرا؟ اهتم عدد كبير من النشطاء السعوديين بتطبيق اسمه كلوب هاوس، هو تطبيق التواصل الصوتي المباشر، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية استخدامه. كلوب هاوس هو تطبيق تواصل اجتماعي جديد يعتمد على الصوت. تصف الشركة نفسها بأنها نوع جديد من المنتجات الاجتماعية القائمة على الصوت، يسمح للناس في كل مكان بالتحدث ورواية القصص وتطوير الأفكار وتعميق الصداقات والتعرف إلى أشخاص جدد مثيرين للاهتمام حول العالم. يمكن الدخول والخروج من الدردشات المختلفة حول مواضيع مختلفة، وهو يشبه كثيرا البث الصوتي المباشر وبتطبيقات الاستماع، ويمكن للمستخدمين ببساطة الاستماع أو عرض أفكارهم كأنهم في حفلة نادي. وشهد تطبيق كلوب هاوس الذي أطلق في أوائل سنة 2020 زيادة هائلة في أعداد المستخدمين في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن عقد إيلون ماكس الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود مناقشات على نحو مفاجئ على تلك المنصة. ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين. وبدءا اعتبارا من اليوم، بيع الدعوات إلى المنصة مقابل ما يتراوح من $7 إلى $70 على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية خاصة. وقد تبادل النشطاء السعوديين دعوات الإضافة إلى هذا التطبيق، فيما تساءل آخرون عن أهم مميزاته، وكان منهم خبيرة التجميل سارة الودعاني والإعلامية نرجس العوامي.